نتكلم اليوم عن الألكينز والألكاينز. طبعا كل مقطع راح يكون ياخذ جزئيات اللي هي زي مثلا 11 واحد 11 2 عشان نقسم المقاطع تكون اسهل عشان نفهمها. طيب اول شيء عندنا الألكينز والألكاينز، قلنا انها unsaturated hydrocarbons. طيب احنا اول قلنا انه الساتوريتد والانساتوريتد ايش الفرق بينهم؟ الساتوريتد اللي يكون ايش ما فيها الدبل بوند، كل الروابط بين ذرات الكربون ايش سنجل، تمام. لكن لما يكون عندنا دبل بوند هذه ايش نسميها؟ انساتوريتد. او التريبل بوند هذه راح تكون ايش؟ انساتوريتد. ايا كان عددها، والله عندنا رابطه واحده، عندنا رابطتين دبل بوند او تريبل، ايا كان حتكون انساتوريتد. طيب الالكينز قال لك ذا الكين فانكشنال جروب. الفانكشنال جروب اللي هي لما لو صار عندنا تفاعل راح يصير، مثلا لو كان مثلا عندنا هالوجينيشن اضفنا كلور او اضفنا فلور راح يصير التفاعل في هذا المكان، عشان كده نسميها فانكشنال جروب، تمام. قال لك ايش هي؟ اذا كاربون كاربون دبل بوند، باختصار اثنين كاربون مع بعض وبينهم دبل بوند. وذا جنرال فورمولا اوف سي ان اتش 2 ان، طبعا ان هو عدد الكربون. طب احنا نفتكر انه في الكانز كانت عندنا زائد اثنين، طب ليش احنا نقصنا اثنين؟ حنشوف هذا الشيء. بعد كذا عندنا الالكاينز، تمام. ذا الكاين فانكشنال جروب، مره ثانيه فانكشنال جروب اللي لو صار عندنا تفاعل حيكون يصير فيها في هذه النقطه. اذا كاربون كاربون تريبل بوند، هذه المره ذرتين كاربون معها ايش؟ تريبل بوند. وذا جنرال فورمولا اوف سي ان اتش 2 ان ناقص 2، وبرضه حنشوف ليش ناقص 2. طيب سمبلست الكين مستحيل يكون اللي هو الايثين، مستحيل يكون عندنا شيء اسمه ميثين. ليش؟ لانه هو دبل بوند. طب الميثان احنا نعرف انه كربون واحد، كيف حنسوي دبل بوند اذا ايش اذا بس عندنا كربونه واحده؟ عشان كذا ابسط الكين اللي هو الايثين، وابسط الكاين اللي هو ليش الايثاين. طبعا انتبه للاسم، نغير السفكس اللي في الاخير، هنا حيصير اي ان اي وهنا واي ان اي ان اي. طيب هذا احنا قلنا انه هل كيف نحول هذه الالكينز والالكاينز للكانز. طبعا الموضوع ناخذه بالتفصيل في التفاعلات، لكن هنا بس يعني احنا عندنا هنا دبل بوند، كيف نشيلها؟ نضيف باختصار ايش؟ هيدروجين. طبعا لازم يكون عندنا كاتاليست محفز، وهنا نفس الفكره بس طبعا هنا راح نضيف دبل يعني او ضعف عدد الهيدروجين، عشان ايش؟ عشان عندنا ثلاث روابط مرابطتين. فباختصار نسوي هذا التفاعل، هذا اسمه هالوجينيشن، راح يطلع لنا ايش؟ الكين. لا معليش، مو هالوجينيشن، هيدروجينيشن اتوقع. معليش. طيب نجي عند الالفيباتيك هيدروكربون ستراكشر كومباريزن. طيب الجنرال فورمولا حقتنا هذه الالكين، طبعا اول شيء ننتبه للسفكس حق الاسم، هنا اي ان اي اي ان اي واي ان اي، تمام. طيب هذه اول شيء الالكانات العادية حقتنا، رابطة واحدة، واحنا نعرف كل كربون يحتاج كم رابطة؟ أربعة. خلاص حيصير ايش؟ كل واحد معاه ثلاث هيدروجين عشان نكمل الروابط حقتهم. طيب احنا هنا اول ليش قلنا حننقص اثنين؟ طيب الدبل بوند هذه حتاخذ رابطه من كل كربون، صح ولا لا؟ لما نيجي نعطيه كل ذره نيجي نعطيها هيدروجين، حنعطيها ثلاثه ولا نعطيها بس اثنين؟ لا حنعطيها بس اثنين لانه هي بس تحتاج اربعه، فعشان كذا هذا حينقص منه رابطه وهذا حينقص منه رابطه، عشان كذا هنا ايش؟ حننقص اثنين في الصيغه الاساسيه. وهنا نفس الفكره، ما هو يحتاج اربعه، خلاص طيب كذا كل ذره كربون صار عندها كم؟ اربع روابط، بالتالي هنا ايش؟ حننقص رابطتين او هيدروجينين، وهنا هيدروجينين، عشان كذا حننقص ايش؟ يعني حننقص اثنين فوق الصيغه بدل ما كنا هنا نزود اثنين، تمام. طبعا هنا نكتب الكوندنسد فورمولا حقتها والموليكولر فورمولا، كذا ممكن ناكل كلها نعرف. بعد كذا عندنا الجيومتري. طيب احنا نعرف انه اللي اخذناه في لو ستراكشر، اذا كان عندنا ذره ومعها أربع روابط حوالينا، إيش حيكون الشكل؟ تتراهيدرال، وراح تكون الزاوية 109.5، تمام؟ هذا الشكل حقها، هذا في الألكانات أربع روابط. طيب لما يكون عندنا ذرة مركزية ومعها ثلاثة روابط وما في لون بير اللي أخذناه أول برضو في لويس، إيش يكون الشكل؟ ترايجونال، ترايجونال بلانر، تمام؟ فهذا الإيثين حيكون شكله إيش؟ ترايجونال بلانر، والزاوية حقته 120، ذرة مرتبط مع ذرة وذرتين ثلاث، وهذا نفس الشيء، هذا برضو مع واحد اثنين ثلاث. بعد كذا عندنا البنت اللي هو 180، تمام. هذا في الإيثاين، ليش؟ لأنه ذرة ومرتبطة بكم
ذرة مركزية معها كم ذرة بالضبط؟ واحد واثنين، نفس الشيء هنا تمام. نشوف هذه الصورة. طيب لما يكون عندنا أكثر من تفرع، إحنا أول كنا لما نرسم الألكانات نرسمها كذا بشكل الزجزاج، ليش؟ لأنه هي في شكلها، عشان مو إحنا قلنا حتسوي تدراهيدرال، فهذه هنا واحد اثنين ثلاث عشان تسوي زي الهرم تمام. وخلاص كل واحدة، هذه مثلا هذه حتسوي هرم، هذه كذا خلاص كل واحدة حتسوي الهرم حقها، فراح يطلع معنا الشكل الزجزاج هذا. طيب إحنا قلنا الألكينز شكلها كيف؟ شكلها بلانر، مثلث. هذا هو شو؟ هذا المثلث، هذا المثلث حقنا تراجونال بلانر. هذا نفس الشيء راح يكون واحد اثنين ثلاثة، خلاص مرتبط بثلاث ذرات. لكن اللي بعد كذا راح تكون خلاص نرجع نفس الشكل الزجزاج العادي حقنا التتراهيدرون. بالنسبة للألكينز نفس الفكرة، هو مو قلنا حيكون بنت؟ خلاص هذه الذرة الأساسية حقتنا، واحد واثنين شكلها حيكون بنت. وبعد كذا التكملة راح تكون عادي بالشكل الزجزاج حقنا طبعا. لو بنكمل نيجي عند الفيزيكال بروبرتيز، طبعا كل ما راح تزيد الكتلة، الكتلة المولية حقت المركب تمام، راح تزيد ايش؟ راح تزيد اللي هو الانتر موليكولار فورسز بين الذرات. فلما تزيد القوة هذه ايش حيصير عندنا؟ حيصير انه نحتاج طاقة اكثر عشان مثلا نبغى نخليه يغلي او نبغى نذوبه تمام. فعشان كذا راح ايش؟ تزيد درجة الغليان وكذا. نبدأ مرة ثانية نان بولر لأنها بس من كربون هيدروجين، والموية بما أنها قطبية فأكيد ما راح تذوب فيها زي الألكانات. هايلي سولبل إن نان بولر سولفنتس، نان بولر حيذوب نان بولر. وزي ما قلنا البويلينج بوينت ريز وذ ذا موليكولار ويت.